أهلا بكم ونستهل النشرة بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى بغارات لطائرات التحالف الأمريكي استهدف قرية قرب البوكمال. أتيا من بروكسل، العباد يصل البصرة ويتهم عناصر مندسين بتشويه الحراك المطلبي السلمي فيها. بعد تظاهرات طالبت برحيلها، السعودية تعلن الانسحاب من مطار الغيضة في محافظة المهرة شرقي اليمن. تظاهرات واحتجاجات ترافق زيارة الرئيس الأمريكي لندن. أطباء بلا حدود تتحدث عن ارتفاع كبير في أعداد الوفيات بين اللاجئين في المتوسط جراء السياسات الأوروبية. استشهد 30 مدنيا وأصيب العشرات بغارات لطائرات التحالف الأمريكي على منازل المواطنين في ريف البوكمال بدير الزور السوري. وكالة سان أفادت بأن بلدتي البغوز فوقاني والسوسة على الضفة الشرقية للنهر الفرات في ريف مدينة البوكمال تعرضتا لقصف جوي عنيف، لافتة إلى أن عدد الشهداء مرشح للازدياد بسبب الحالات الحرجة لمعظم الجرحى. وبعدما أصبح ريف درعا الشرقي محررا بالكامل على يد الجيش السوري، دخلت وحداته إلى مدينة الطفص بريف درعا الغربي بعد انضمامها إلى عملية المصالحة. وقد رفعت وحدات الجيش العلم السوري فوق مبنى مجلس الطفص بعد استسلام المجموعات المسلحة وتسليمها أسلحتها. ينضم إلينا من دمشق مراسل ميادين محمد الخضر. محمد، صباح الخير، ماذا توفر لديك من معلومات حول غارات التحالف الأمريكي التي استهدفت ريف البوكمال، وأي بلدات استهدفت، وماذا عن الحصيلة حتى الآن؟ صباح الخير أحمد، الاستهداف كان على قريتين، باغوز وقرية سوسة. سوسة تحديدا الحصيلة الأكبر من الشهداء، هي تبعد حوالي 5 كيلومترات تماما عن الحدود السورية العراقية، تتبع بطبيعة الحال لمدينة البوكمال. هذا الاستهداف في الواقع هو جرى لتجمع كبير قرب مصنع أو معمل صغير أو ورشة صغيرة لإنتاج الثلج أو البوز كما يسمى في تلك المنطقة. كان هناك تجمع للأهالي، استهدفوا بهذه الغارة، ما أدى إلى الحصيلة الكبيرة من الشهداء والجرحى في ذلك التجمع السكاني، حوالي 30 شهيدا وعشرات الجرحى. طبعا المنطقة سوسة وحتى الباغوز هي تقريبا من آخر الجيوب التي يتواجد فيها تنظيم داعش في الجزء الشرقي أو في الشط الشرقي لنهر الفرات. إنما الاستهداف دوما لا يميز في الواقع، بل وغالبا ما استهدف المدنيين. هناك بعض الأهالي يتحدثون عن أن هذا الاستهداف مقصود من أجل الضغط على الأهالي كي يفتحوا الطريق لدخول قوات سوريا الديمقراطية لهذه البلدة، على اعتبار أن هذه القرية بالأحرى ترفض دخول المسلحي قصد، كما أنها يعني هي الانتشار داعش وفي المحيط أو الجيب المحيط بهذه القرية. هي تعتبر تقريبا من آخر القرى التي يسيطر عليها داعش، والتي هي تقريبا تحت مضمار عمليات التحالف الأمريكي وقوات قصد في الجزء الشرقي من نهر الفرات. فمحمد، بالانتقال إلى ما يجري في الجنوب وبعد تحرير ريف درعا الشرقي بالكامل من قبل الجيش السوري، أيضا الجيش دخل إلى مدينة طفص في ريف درعا الغربي، هل هناك أي تطورات جديدة في ريف درعا بعد هذه التطورات الأخيرة؟ التطوران هما مفصليان في الواقع في عملية الجنوب، سواء رفع العلم في مركز مدينة درعا، درعا البلد، وهذا له يعني رمزية كبيرة للغاية. هناك عمل باتجاهين، الأول هو هناك قصف واستهدافات مباشرة لتنظيم داعش في منطقة حوض اليرموك. تنظيم داعش كان سيطر بالأمس على قرية تسمى حيط، هي آخر قرية ضمن حوض اليرموك. هناك غارات وقصف من الجيش السوري يستهدف تجمعات داعش في تلك المنطقة، وهناك موازاة لذلك في الواقع، تركيز على جهد المصالحات التي هي حاليا تقريبا بعدما أنجز موضوع طفص ورفع العلم السوري فوق مركز مدينة طفص، هناك عمل باتجاه دخول الجيش السوري وتسلم السلاح في منطقة كفر شمس وكفر ناسج، أيضا في الريف الشمالي الغربي تقريبا. وهناك جهود مصالحة على ما يبدو في بلدة إنخل، وهي تقع في الريف الغربي. النجاح هذه المصالحة في إنخل تحديدا سوف يفتح بالفعل تجاه المراكز المدن أو البلدات الكبيرة في الريف الغربي، وهو جهد يراهن عليه بشكل
بشكل كبير بعد التقدم الكبير في موضوع المصالحات التي وصلت طفس وكفر شمس وعقربة وكفر ناسج وسملين، وهي قرى تقريبا في الريف الشمالي الغربي لمحافظة درعا. مراسلنا في دمشق محمد الخضر، شكرا جزيلا لك. بعد تحرير الجيش السوري كامل الريف الشرقي لمحافظة درعا من الجماعات المسلحة، كيف تتوزع خريطة السيطرة على المنطقة؟ بسان طراف. أهلا بكم. بعد تحرير الجيش السوري الريف الشرقي لمحافظة درعا بالكامل من الجماعات المسلحة، 80% منها باتت تحت سيطرته، فيما تقلصت نسبة سيطرة الجماعات المسلحة إلى 15%، معظمها تابعة لجبهة النصرة، بينما بات تنظيم داعش يسيطر على 5% فقط. الجيش السوري أمسك بأجزاء واسعة من الحدود السورية الأردنية باستثناء 18 كيلومترا مربعا ما زالت بيد داعش. استمر الجيش السوري في التقدم في ريف درعا الغربي ليحرر مناطق تل شهاب، أبو قنطرة وزيزون، مسنودا بقصف روسي على المنطقة. القصف استهدف منطقة حوض اليرموك على الحدود مع الأردن، والتي تعد أولى الهجمات الروسية هناك، إضافة إلى ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها جيش خالد بن الوليد المرتبط بتنظيم داعش على تخوم الجولان المحتل. وبعد تحرير الجيش السوري بلدة طفس في ريف درعا الغربي، يستعد مع حلفائه لدخول قرية اليادودة بعدما وافق المسلحون فيها على إجراء تسوية مع الدولة السورية. الجيش السوري سيطر على تل الأشعري ومساكن جلين في الريف الغربي ليتابع انتشاره على كامل خط الجبهة مع داعش. وتزامن الإنجاز الميداني للجيش السوري وحلفائه مع اتفاق تسوية بين الحكومة السورية والمجموعات المسلحة في درعا. وبحسب المعلومات الأولية، شمل الاتفاق منطقة درعا البلد، طريق السد، المخيم، سخنة والمنشية، وينص على تسليم المجموعات المسلحة أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين في التسوية، إضافة إلى خروج الرافضين للمصالحة من المنطقة. أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية علي أكبر ولاية أن قمة روسية تركية وإيرانية ستعقد قريبا في طهران بشأن سوريا. ولاية التقى الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو وسلمه رسائل من المرشد الإيراني والرئيس حسن روحاني. وأشار إلى أن بوتين شدد على استمرار التعاون في سوريا في مكافحة الإرهاب واجتماعات أستانا، ولفت إلى تأكيد الرئيس الروسي معارضته العقوبات الأمريكية على طهران، وأن موسكو ستستثمر في إيران 50 مليار دولار. لقاؤنا مع السيد بوتين استمر ساعتين كاملتين، وكان بناء جدا وواضحا ووديا. المرشد الأعلى ينظر إلى العلاقة بين إيران وروسيا على أنها علاقة استراتيجية، وهذه السياسة ستتواصل تحت إشراف قائد الثورة. من جانبه، أكد السيد بوتين أن روسيا لن تقبل العقوبات الأمريكية ضد إيران ولن تلتزم بها، وأنها ستبقى إلى جانب إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي، كما أبدى استعداده لعقد لقاء قمة بشأن سوريا بين قادة روسيا وتركيا وإيران في العاصمة طهران قريبا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن روسيا تعمل على إبعاد أي وجود إيراني عن الحدود إلى داخل الأراضي السورية. وعقب زيارة إلى روسيا استمرت يومين، جدد نتنياهو قوله إن إسرائيل لن تقبل تمركز إيران في أي نقطة سورية. على وقع التطورات المتسارعة التي يشهدها الجنوب السوري، جاء اللقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كل زيارة أقوم بها إلى هنا تمثل فرصة بالنسبة إلينا للعمل معا من أجل القيام بمحاولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز الأمن فيها. من البديهي أن المحادثات بيننا تمحورت حول سوريا وإيران. موقفنا معروف، وهو يقضي بأنه يجب على إيران أن تغادر سوريا، وهذا ليس بجديد. نتنياهو الذي توجه إلى موسكو حاملا معه مطالب إسرائيل بشأن سوريا والتمركز الإيراني فيها، تعمد عقد اللقاء في هذا التوقيت بالذات، كونه يسبق القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبوتين في هلسنكي الاثنين المقبل، حيث ستكون سوريا على رأس جدول أعمال اللقاء.
منذ بداية اللقاء بينهما كان هدف نتنياهو محاولة التأثير في اللقاء الأكثر أهمية، ليس اللقاء الذي عقد في موسكو بل الذي سيعقد في هلسنكي بين بوتين وترامب. هذه قمة سيكون لها انعكاسات بعيدة المدى على التسوية في اليوم الذي سيلي في سوريا، وإلى هناك يشخص نتنياهو بنظريه. التباين الإسرائيلي في ترجمة نتائج لقاء نتنياهو بوتين كان واضحا، ففيما رأى مراقبون أن روسيا ملتزمة العمل على إبعاد الإيرانيين عن حدود الجولان المحتل، أشار آخرون إلى إحباط إسرائيلي من عدم رغبة روسيا بل وحتى من عدم قدرتها على ذلك، وذهبوا إلى حد القول إن أقصى ما يمكن أن يخرج به نتنياهو من لقائه هو المعادلة التالية: إسرائيل لا تعرقل تقدم الجيش السوري في الجنوب، وروسيا لا تعرقل اعتداءات إسرائيل العسكرية ضد أهداف إيرانية في سوريا. كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مستقبل سوريا لا يحدد بالطرق العسكرية وإنما بالحلول السياسية وببناء الدولة الديمقراطية الجامعة. غوتيريش أكد أن الأمم المتحدة أدت دورا في تسويات الجنوب، لكن الحل السياسي يبقى هو الهدف. الأمم المتحدة تؤمن بأنه ليس هناك من حل عسكري فالحل سياسي، والتزامنا بأن نجد حلا عبر جنيف منسجم مع القرار 2254 وبتشكيل لجنة دستورية بطريقة نضمن حيادها والتزامها بمستقبل الحل السياسي في سوريا. تلك هي سياستنا وهدفنا ورسالتنا للسوريين، أن الحل السياسي وحده يضمن المستقبل وإعادة البناء وقيام دولة غير طائفية وديمقراطية. آتيا من بروكسل، وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى البصرة. العبادي كان قد اتهم من سماهم عناصر مندسين بالعمل على الإساءة إلى التظاهر السلمي في المدينة وإلى القوات الأمنية. وفي كلمة له في اجتماع التحالف ضد داعش في بروكسل، قال العبادي إن الوضع الأمني في البصرة مسيطر عليه، كما أكد أن الحكومة حريصة على توفير الخدمات في المحافظة على نحو سريع. من العاصمة العراقية ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران. عبد الله صباح الخير، الآن كيف يبدو الوضع في البصرة خاصة بعد وصول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إليها؟ نعم أحمد، التظاهرات لا تزال مستمرة وتجمعات لأبناء العشائر في عدة أحياء رئيسية في محافظة البصرة. رئيس الوزراء العراقي طبعا بمجرد وصوله إلى المحافظة قادما من بروكسل اجتمع بالقيادات الأمنية والعسكرية قادة عمليات البصرة وكذلك قيادة شرطتها، وعقد اجتماعا في مقر قيادة العمليات بحضور ممثلي قيادة القوات البرية وكذلك مسؤولي الملف الأمني بمحافظة البصرة. التظاهرات انطلقت أحمد احتجاجا على ارتفاع نسب الملوحة في المياه، كذلك على الانقطاع المستمر لتيار الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وحدث الإشكال بعد تفريق تظاهرة منذ أيام سقط خلالها متظاهر وأصيب عدد آخر. كان هناك يعني عدم تهدئة من قبل أبناء العشائر لجهة ما حصل، وكانت هناك مطالبات بتسليم عناصر القوة الضاربة المسؤولة عن أمن البصرة والتي اشتركت بعمليات التواصل مع المتظاهرين، وامتدت التظاهرات إلى مناطق ومنشآت حيوية في البصرة، وهنا كان الخوف والقلق من أن يصل الأمر إلى درجة إيقاف كامل الوضع الاقتصادي بالبصرة عبر السيطرة أو شلل حركة حقول النفط في المحافظة، وهذا ما حصل يوم أمس بعدما حصرت حقول للنفط من قبل أبناء العشائر. قبلها قطع الطريق بين البصرة ومحافظة ميسان وأعادت فتحه القوات الأمنية العراقية. قبل وصول العبادي أحمد إلى البصرة كانت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف محافظة البصرة قد وصلت واجتمعت مع الحكومة المحلية وكذلك مع ممثلين على المتظاهرين. حتى هذه اللحظة ما علمته الميادين فإن القرار هو وضع خطة من 3 بنود. البند الأول هو القصير الأمد والذي يجب أن يحسم خلال 2 أسبوع، والمتضمن ملفات تتعلق برفع مستوى تجهيز البصرة من الطاقة الكهربائية، كذلك دفع مياه باتجاه شط العرب لتخفيف
حدة الملوحة والخطة قصيرة الأمد، وهو محاولة إيجاد أكثر من منفذ لتزويد المحافظة بهذه الطاقة خصوصا في هذا الفصل، فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة تكون قياسية بمحافظة البصرة وهي المطلة على شط العرب، والتي تشهد طبعا ارتفاعا ملحوظا وكبيرا في درجات الرطوبة. وبالتالي الخطة البند الثالث وهو بعيد المدى التوظيف لعشرة آلاف مواطن بصري من أهالي المحافظة في داخلها للحد من نسب البطالة المرتفعة في هذه المحافظة. لكن لم يخفى أيضا أن رئيس الوزراء العراقي، وخلال ما تصله من معلومات، فأن هناك اعتداءات حصلت على ممتلكات ومنشآت الدولة. صحيح أن المتظاهرين كسبوا تأييدا وتعاطفا من بعض الفعاليات السياسية الفاعلة في العراق كالتيار الصدري وعصائب أهل الحق والقوى السياسية كحزب الدعوة والبقية المتبقية من الأحزاب، لكن ما حدث من إضرار بالممتلكات واعتداء عليها هو الذي تدعو له القوى السياسية أن يتجنبه المتظاهرون، وهو ما تقاطع فيه رئيس الوزراء العراقي عندما أعلن أن هناك مندسين بين المتظاهرين يحاولون حرف المظاهرات المطلبية عن مسارها. نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد. أكد مدير مكتب الشؤون السياسية لبعثة الأمم المتحدة يونامي أن المنظمة الدولية لا تنظر إلى كتائب حزب الله العراق كمنظمة إرهابية. موقف المنظمة جاء خلال تقديم وفدها التعزية باستشهاد عناصر من الكتائب بغارات أمريكية قرب الحدود مع سوريا. وخلال اللقاء ذكر المتحدث باسم الكتائب أحمد محيي بقرار البرلمان العراقي القاضي بجدولة الخروج الأمريكي والغربي من البلاد. سياسيا، أظهرت عمليات العد والفرز اليدويين في العراق نتائج بعض المحافظات التي تتطابق مع الكثير من نتائج المحطات الانتخابية. تقرير محمد الفهد. على عكس توقعات بعض الأطراف السياسيين، جاءت نتائج ست محافظات عراقية أجريت فيها عمليات العد والفرز اليدويين بعد الإعلان عنها مطابقة للنتائج الأولى بنسبة 100% في المحطات التي قدمت بشأنها شكاوى وطعون، وهي محافظات البصرة وميسان وذي قار والقادسية والمثنى وواسط، بانتظار إعلان نتائج محافظات كركوك والسليمانية وأربيل والأنبار وصلاح الدين التي تجري فيها عمليات العد والفرز. أعتقد أن واقع النتائج التي ظهرت لأول مرة ستكون إما متطابقة أو كثيرة التقارب مع النتائج التي الحالية التي تظهر من خلال العد والفرز اليدوي. معطيات العد والفرز اليدويين ربما ستعطي العجلة السياسية حافزا للتحرك نحو مزيد من التفاهمات، ولا سيما بين الكتل الضامنة لأصواتها في بعض المحافظات، وتاليا لتسريع وتيرة مساعي تأليف الحكومة وموافقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. لدي معلومات أن هناك ضغوطات تمارس على المفوضية، وهناك ضغوطات خارجية من أجل تحقيق توافق بصعود 8 أو 9 من القيادات الكبيرة التي خسرت الانتخابات، وبالتالي يتم تسوية الأمر وينتهي كل شيء. مواقف الكتل والأحزاب المعترضة على العد والفرز اليدويين الجزئيين وعلى تحويلهما إلى شاملين في كل مناطق العراق هي الأخرى تراجعت إلى خانة الترقب، لأن النتائج ستصدر من جهة موثوق بها وهي القضاء العراقي الذي يشرف على العملية الانتخابية. انفراج العملية الانتخابية بات يلوح في الأفق، انفراج فرضته نتائج العد والفرز الجزئيين وبإشراف مفوضية الانتخابات المنتدبة وممثلين عن الأمم المتحدة والكيانات السياسية، ما يعني تبديد الشكوك والمخاوف لدى الكتل التي تخشى تغيير استحقاقها الانتخابي. محمد الفهد، بغداد، الميادين. هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا انفجار خزان وقود قرب مطار القاهرة الدولي.
أهلا بكم من جديد. بدأت القوات السعودية الانسحاب من مطار الغيظ المدني في محافظة المهرة شرقي اليمن بعد تظاهرات طالبت بانسحابها من المحافظة. وكالة سبوتنيك نقلت عن مصدر في اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة أن الانسحاب جاء باتفاق مع السلطات المحلية والمعتصمين ويقضي بتسليم القوات السعودية مطار الغيظ ليكون تحت إشراف مدني وبتسليم المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان للأمن والسلطة المحلية. وفي عسير أعلن التحالف السعودي سقوط طائرة حربية تابعة للقوات الجوية السعودية ونجاة طياريها. المتحدث الرسمي باسم التحالف التركي المالكي أوضح أن أحدى الطائرات من نوع تورنيدو تعرضت لعطل فني أثناء عودتها من مهمة تدريبية ما أدى إلى سقوطها في منطقة عسير. منظمة العفو الدولية اتهمت الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن ودعت إلى التحقيق في هذه الانتهاكات لاعتبارها جرائم حرب. تعلو أكثر الأصوات المتهمة لدولة الإمارات بممارسة التعذيب وإقامة سجون سرية في اليمن. منظمة العفو الدولية وفي بيانها الأخير قالت إن الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها متهمتان بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية جنوب اليمن، مطالبة بضرورة التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب. التقرير ذكر أن عشرات الأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري بعد حملة اعتقالات تعسفية من جانب القوات الإماراتية وقوات الرئيس هادي، التي أشارت المنظمة إلى أنها تعمل بمعزل عن قيادة حكومتها. منظمة العفو الدولية سبقت أن أجرت تحقيقا بين سنتي 2016 و2018 في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت جنوب اليمن، حيث وثقت فيه استخداما واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والعنف البدني. مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو قالت إنه يبدو أن دولة الإمارات التي تعمل في ظروف غير واضحة جنوب اليمن قد وضعت هيكلا أمنيا موازيا خارج إطار القانون تتواصل فيه انتهاكات صارخة من دون قيد. المنظمة طالبت الولايات المتحدة ببذل المزيد من الجهد لضمان ألا تتلقى معلومات حصل عليها حلفاؤها الإماراتيون من خلال التعذيب ولتعزيز الامتثال لقوانين حقوق الإنسان. بينما تقول الإمارات إنها لم تنشئ قط سجونا أو مراكز احتجاز سرية في اليمن، نافية هي وحلفاؤها من قوات الرئيس هادي مزاعم سابقة بشأن تعذيب سجناء. ذكرت مصادر سعودية غير رسمية أن السلطات السعودية اعتقلت الداعية الإسلامي صفر الحوالي وأخاه وعددا من أبنائه. اعتقال الحوالي جاء بعد نشر كتاب له وصف فيه تقرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من إسرائيل بالخيانة، ودعا فيه إلى الابتعاد عما وصفه بنهج ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. تسلم سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جثامين 3 شهداء، وهم الشهيد محمد مرشود من نابلس والشهيد محمد صبرنا من بيت أمر والشهيد محمد عنبر من طول كرم. الشهداء كانوا قد قضوا برصاص الاحتلال والمستوطنين قبل أن تحتجز جثامينهم. كشفت صحيفة وأريتس عن إرسال جيش الاحتلال رسالة شديدة اللهجة إلى حركة حماس عبر طرف ثالث يحذرها فيها من أن الاستمرار في إطلاق البالونات الحارقة سيوصل الأمور إلى ضربة عسكرية قاسية. ووفق الصحيفة فإن الجيش حذر حماس من وصول الأمور إلى حافة الهاوية ونفاد قدرة تل أبيب على التحمل. هذا ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى أحياء جموعة غضب جديدة عند الحدود الشمالية لقطاع غزة لمناسبة مرور 100 يوم على مسيرات العودة وتضامنا مع الخان الأحمر في القدس المحتلة. معنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر مرحبا، متى من المقرر أن تسلم سلطات الاحتلال جثامين الشهداء الثلاثة وكيف ستتم عملية التسليم؟ صباح الخير أحمد. من اللحظات الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وربما هي اللحظات التي تعجز فيها الكاميرات عن وصف مشاعر الأهالي، هي تسليم جثامين بعد سنوات طويلة من الاحتجاز، وهي تجربة عاشها الشعبين الفلسطيني واللبناني كثيرا. نحن نتحدث عن الشهداء مرشود وصبارنا وعنبر، الثلاثة أسماءهم محمد.
اليوم يسلم الاحتلال 3 شهداء، كل واحد منهم يحمل اسم محمد، على حاجز طول كرم الشهيد مرشود، على حاجز بيت لحم الشهيد صبارنا وهو من بلدة بيت أمر، والشهيد عنبر أيضا كما قلنا مرشود في نابلس وعنبر في طول كرم. نحن نتحدث عن مدن الضفة الغربية، تم التسليم الساعة 7 مساء ما بعد 7 حتى يضمن الاحتلال لا تكون مسيرات حاشدة أو جنازات حاشدة لتشييع الشهداء. لذلك نحن نتحدث عن بداية الليل، وعادة يكون هناك قيود، لكن الفلسطينيون يحاولون كل جهدهم أن يقوموا بجنازات لائقة لاسم هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل فلسطين. ناصر، بالانتقال إلى ما كشفته صحيفة هارتس عن الرسالة التي أرسلتها سلطات الاحتلال إلى حركة حماس عبر طرف ثالث، بداية هل تمت معرفة من هو هذا الطرف الثالث، وإلى أي مدى فعلا يمكنها إسرائيل القيام في هذه المرحلة بتوجيه ضربة قاسية كما حذرت؟ أولا بالنسبة للطرف الثالث عادة ما يكون مصر، لكن لاحظنا السفير العمادي سفير قطر دخل على الخط مؤخرا وأجرى مقابلات مع التلفزيون الإسرائيلي ومع المحطات، وبالتالي مرشح جدا أن يكون هو طرف ثالث. ما ذكرته هارت كلام جدي يأخذ على محمل الجدية، والسبب الوحيد هو أن هناك ضغط كبير جدا سيكولوجي على بنيامين نتنياهو من المعارضة، استغلبني هذا جباي، كل المعارضة بدأوا بالضغط النفسي على نتنياهو بأنه فاشل وأنه لا يوجد لديه حلول، وخصوصا أمام الطائرات الورقية. وطبعا الفلسطينيون يقولون طائرات ورقية، الاحتلال يقول بالونات حارقة لإعطائها صفة عسكرية باعتبار أنها سلاح ويجب الرد عليه. في الحقيقة بحسب الإسرائيليين بالأمس تسببت الطائرات الورقية التي يطلقها الأطفال الفلسطينيون ب 21 حريق أرهق جيش الاحتلال، وطبعا جنود الاحتلال هم المنتشرون على حدود غزة وليس رياض الأطفال ولا المدارس كما تحاول أن تخط إسرائيل. وصولا إلى نتيجة، نعم هناك ضغط داخلي على إسرائيل، ودائما حينما يكون الأمر يتعلق بالضغط الداخلي وليس الخارجي احتمالية أن يرد نتنياهو عسكريا هذا وارد جدا. كان الكثير من أعضاء الكنيسة تحتار ماذا اليمينيين ماذا يمكن أن يكون الرد، هل اغتيالات أم هجوم عسكري؟ واضح تماما أنه المرجح عند الإسرائيليين لا يريدون التورط مرة ثانية في غزة، لذلك هذا يفتح باب الغدر والاغتيالات عند الإسرائيليين. شكرا جزيلا لك ناصر اللحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة. شكرا. أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل النظر في قضية الخان الأحمر شرقي القدس إلى 15 أغسطس المقبل، ما يعني تأجيل هدم الخان وترحيل سكانه، لكن ذلك لا يعني نهاية المعركة بحسب ما يؤكد أهالي الخان. نسرين سلمي. هنا يسجل الفلسطينيون قصة صمود وتحدي، وهنا يؤكدون أن أرضهم ليست للبيع، وأن ما جرى في حرب عام 48 من تهجير وتشريد لن يتكرر مرة أخرى. ساحة الخان الأحمر تحولت إلى محج للفلسطينيين من مختلف الفصائل والانتماءات السياسية لتأكيد دعم صمود أبنائه. فعلى الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل النظر في ملف الخان الأحمر إلى 15 أغسطس المقبل، إلا أن أهالي الخان أكدوا أن معركتهم لم تنتهي بعد. جميع الشعب الفلسطيني هو مطالب الآن التواجد هنا بغض النظر عن مواصفاته والتغاضي عن الخلافات الداخلية الفلسطينية لأنه هنا معركة القدس، فيجب أن يكون الكل متوحد في هذه المعركة في هذه البوتقة. إذا نجحنا في الثبات هون إن شاء الله، وسننجح، سنفشل مخطط صفقة القرن. المقاومة في الخان اتخذت أشكالا متعددة، كان آخرها عقد حركة فتح مجلسها الثوري على أراضي الخان استجابة لقرارات اللجنة المركزية لحركة فتح بدعم المناطق المستهدفة من الاحتلال عبر تكثيف التواجد فيها ولفت أنظار العالم إلى ما تمارسه إسرائيل فيها من تطهير عرقي. كل الشعب الفلسطيني بكل طاقات فصائله الوطنية وحركة فتح كعمود فقري لهذا النضال الوطني الفلسطيني توجه رسالة أن هذه المقاومة الشعبية وهذا الصمود الشعبي على امتداد الوطن سيأخذ شكلا آخر في وجه هذه السياسة العنصرية.
أعضاء المجلس الثوري أكدوا أن اجتماعهم على أرض الخان هو رسالة إلى إسرائيل وواشنطن بأن صفقة القرن لن تمر عبر الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين شرقي القدس وتهجير الآلاف من أبناء التجمعات البدوية هناك. هي رسالة أيضا لهذا الاحتلال الإسرائيلي بأن كل ما يجري على هذه الأرض هو باطل، وهذا الشعب هو صاحب حق وصاحب أرض وصاحب قضية عادلة، وكل قرارات الاحتلال البربرية المدعومة بهذا الدعم الأمريكي الكامل وبهذا الضوء الأخضر الأمريكي الكامل أيضا ستتحطم على صخرة صمود شعبنا الفلسطيني. كما دعت القوى الوطنية ولجان مقاومة الاستيطان والجدار إلى إقامة صلاة الجمعة على أراضي الخان استمرارا لمعركة حمايته من الهدم. نسرين سلمي من الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، الميادين. في مصر أصيب 12 شخصا بانفجار خزان وقود يقع بالقرب من مطار القاهرة الدولي، وقد ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الانفجار وقع في مصنع البتروكيميائيات بالقرب من المطار. وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي إن الانفجار وقع بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو، وأنه جرت السيطرة على الحريق في الساعات الأولى من الانفجار. تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسمية الأولى لبريطانيا، تظاهر مئات الأشخاص في لندن تعبيرا عن رفضهم للزيارة. المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مقر السفير الأمريكي في بيجنز بارك هتفوا قائلين دونالد ترامب ليس مرحبا به، ولا للعنصرية لا لترامب. هذا وفرضت السلطات البريطانية إجراءات أمنية مشددة لمواجهة عدد من تظاهرات الاحتجاج المتوقعة على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا وأقامت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مأدبة عشاء على شرف ترامب في قصر بلينهايم، وكان ترامب قد قال إن قرار بقاء ماي يعود إلى الشعب، ذلك بعد استقالة اثنين من وزرائها احتجاجا على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي. هذا وجدد الرئيس الأمريكي دعوته إلى زيادة ميزانية الإنفاق في حلف شمال الأطلسي، كما جدد تهديداته بزيادة قيمة الرسوم على السيارات الأوروبية. وعقب انتهاء قمة دول الحلف في بروكسل، قال ترامب إن لقاءه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يكون الأسهل في إطار جولته الأوروبية. حسنا، إنه منافس، لقد كان لطيفا جدا معي في الأوقات التي قابلته فيها. أحدهم يسأل هل هو عدو؟ إنه ليس عدوي. هل هو صديق؟ لا، أنا لا أعرفه جيدا بما فيه الكفاية، ولكن في المرات القليلة التي قابلته فيها تواصلنا على نحو جيد. آمل أن نتفق، وأعتقد أننا نتفق جيدا، لكنه في النهاية منافس يمثل روسيا وأنا أمثل الولايات المتحدة، لذلك نحن متنافسان. هذه ليست مسألة صديق أو عدو، إنه ليس عدوي، وأمل ذات يوم أن نكون صديقين. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شددت على ضرورة بذل ألمانيا المزيد في الإنفاق الدفاعي في حلف شمال الأطلسي. وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع للناتو في بروكسل، أوضحت ميركل أن مشاورات جوهرية جرت بين أعضاء الحلف من أجل توزيع الأعباء الدفاعية والعسكرية. أهمية هذا الحلف أننا نساعد بعضنا بعضا من خلاله، ونحن أقوى معا، وهذا ما نريد أن نحافظ عليه في المستقبل. إلا أن الجهود لا يمكن أن تبذل من طرف واحد أو في اتجاه واحد، بل عبر مساعدة متبادلة وقوة متبادلة. الرئيس الأمريكي طالب مرة أخرى ما ناقشناه منذ شهر، وهو إجراء تعديل في تقاسم الأعباء الدفاعية، وقد أكدنا أننا على هذه الطريق، وأن ذلك يصب في مصلحتنا أيضا ويجعلنا أقوى. إلى تونس، حيث أكد القيادي في حركة مشروع تونس حسون الناصفي أن الحركة تسعى إلى تكوين ائتلاف سياسي يغير موازين القوى في البلاد. وفي تصريحات للميادين ضمن برنامج حوار الساعة، أكد الناصفي أنه لا مشكلة في مبدأ التوافق السياسي. احنا ما عندناش مشكل مع مبدأ التوافق السياسي في تونس بين النداء والنهضة وبقية الأحزاب. احنا عندنا إشكال حقيقي في كيفية إدارة التوافق، وكيفاش أنه هذا التوافق ما يمكنش يتحول إلى تحالف سياسي.
فما فرق كبير وبون شاسع جدا بين مبدأ التوافق ومبدأ التحالف. احنا للأسف في تونس وصلنا في مرحلة من المراحل أنه هناك أطراف سياسية حاولت أن تحول هذا التوافق إلى تحالف سياسي غير منطقي وغير طبيعي. اليوم نحب نعيد الأمور إلى نصابها. التوافق السياسي ضروري وضروري جدا في تونس، لكن لابد أن يكون مبني على أسس واضحة وسليمة. القيادي في حركة نداء تونس جلال غديرة أكد أن الأرقام والمعطيات تثبت نجاح الحكومة التونسية الأخيرة في تحقيق نتائج واضحة. وفي مقابلة مع الميادين ضمن برنامج حوار الساعة، استغرب غديرة أن يكون منتقدو الحكومة من حزب نداء تونس. الواقع الأمور هو كون الحكومة هذه من أعلن فشلها أو ادعى فشلها هي حكومة نداء، وتضم 14 وزير نداء تونس، وفجأة نلقاو نداء تونس، حزب نداء تونس هو اللي ينتقد في الحكومة ويقول عنها أنها فاشلة، في حين أنه وقت اللي نجي نشوفه احنا واقع الأمور، نداء تونس وقت اللي يحط حكومة يلزم يكون هو المدافع على الحكومة، هو اللي مثل الحاضنة السياسية لهذه الحكومة ويقف إلى جانبها ويساندها باعتبارها يوسف الشاهد هو ابن نداء تونس، مناضل من قيادي من قيادي نداء تونس والوزراء معه. تونسيا أيضا انتقد المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قيد السبسي بيان مجموعة من أعضاء الهيئة السياسية للحزب الداعي إلى الاستقرار الحكومي وتعيين ناطق جديد للحزب. تقرير مراد لنسي. أزمة جديدة داخل نداء تونس عنوانها الأبرز الموقف من حكومة الشاهد. مجموعة من قيادي النداء خرجوا على موقف قيادتهم الحزبية وأعلنوا دعمهم للاستقرار الحكومي وبقاء الحكومة التونسية وتعيين ناطق جديد للحزب، خطوة عدها المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي انقلابا، خطوة أسهمت في المقابل في بداية تكون جبهة برلمانية من داخل النداء موالية لحكومة الشاهد. أعتقد أنه حان الوقت للاستقرار ونترك الحكومة تعمل جاهدا لتلافي مثل هذه المشاكل، وفرصة ربما لسيد رئيس الحكومة باش يجري بعض التحويرات التي يراها هو صالحا بعد تقييم موضوعي لأداء كل الوزراء. تطورات تصب في خانة حركة النهضة وحكومة الشاهد، فالمعلومات المسربة من داخل نداء تونس تفيد بمساندة 30 نائبا على الأقل لخطوة الهيئة السياسية، ما يعني حسابيا إمكان وجود دعم برلماني للحكومة التي تساندها حركة النهضة أيضا، بينما فضلت مجموعة من قيادي النداء ونوابه الامساك بالعصا من وسطها بانتظار عملية الفرز الداخلي للحزب. على مستوى الكتلة البرلمانية هناك عديد النواب اللي معناها الصراع ذايا ما همش مش يدخلوا فيه، وبالنسبة انا شخصيا مثلا الصراع ذايا ما يهمنيش. انا بالنسبة لنا اولوية الاولويات هو انه حزب حركة نداء تونس اللي اليوم عنده مسؤولية وطنية، اللي اليوم حزب موجود في الحكم، انه يلملم اموره وانه معناه يتهيكل. لا يفصل مراقبون هذه الأزمة النداءية عن محاولات التقارب بين نداء تونس والأحزاب المنشقة عنه، حيث ترفض مجموعة الهيئة السياسية عودة المنشقين، وهو ما ساهم في تكوين شق مناوئ للمدير التنفيذي حافظ قائد السبسي الذي يقود محاولات التقارب مع الأحزاب المدنية الديمقراطية. يبدو أن يوسف الشاهد وحركة النهضة يعدان أكبر المستفيدين من أزمة النداء الجديدة التي أفرزت كتلة برلمانية ندائية وازنة تؤيد الإبقاء على الحكومة، ما يدفع حركة النهضة إلى مزيد من الإصرار على موقفها الداعم للشاهد. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. يعيش لبنان هذه الأيام ذكرى حرب تموز يوليو والانتصار الذي حققته المقاومة على آلة الحرب الإسرائيلية، انتصار لم يستثمره حزب الله في الداخل اللبناني بل تصرف كجزء من المعادلة اللبنانية الداخلية. أحمد عبد الله. نحن خي ما بدنا نقلب الطاولة على حدا، نحن بدنا هالطاولة تضل موجودة وكلاتنا قاعدين حواليها ومنحكي مع بعض ومنتواصل مع بعض. خسر كل من راهن على تصرف حزب الله سياسيا بمنطق الإقصاء والتهميش بعد انتصاره التاريخي على إسرائيل في تموز 2006.
أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطاب النصر على حشود تقاطرت من كل المناطق، وأطلق مجموعة مواقف رسمت معالم مرحلة جديدة من العمل السياسي لحزب الله، عنوانها رفض التقسيم والفدرلة في لبنان وبناء الدولة القوية القادرة. الجيش والمقاومة أخان عزيزان حبيبان لا يمكن أن يفصل بينهما أحد. حاسما كان السيد نصر الله منذ لحظات النصر الأولى في عدم فرض حزب الله أي معادلة في لبنان، مستخدما فائض قوته العسكرية والسياسية إقليميا بقوة الإكراه. على العكس، اختار الحزب طريق الانتخابات والشراكة والتوافق والحوار مع مختلف الأطراف والقوى. شوفوا، بدكن انتخابات هلا، نحن جاهزين. بدكن انتخابات بعدين، نحن جاهزين. أبدا، نحن لا ندفع إلى تأجيل الانتخابات. لم يستثمر حزب الله أي نصر عسكري له لفرض نفسه في لبنان بغير الطرق الديمقراطية، ومع اندلاع الحرب السورية التي رأى فيها حزب الله وسيلة لتصفية القضية الفلسطينية، ظل الحزب يربط كل استراتيجياته وخياراته ببوصلة فلسطين. ومن قلب المعاناة ومن قلب الفتن ومن قلب المؤامرات تولد أجيال وأجيال وأجيال من المجاهدين والمقاومين والمؤمنين، أما القضية الفلسطينية لا يمكن أن يصفيها أحد. هكذا ساهمت مواقف حزب الله بتثبيت الاستقرار في لبنان، كما نجح من جهة ثانية في الإبقاء على علاقاته مع قوى المقاومة في فلسطين رغم بعض التباينات المرحلية. هذا ووزع الإعلام الحربي مشاهد للشهيد عماد مغني وهو يشرح كيفية تنفيذ خطة أسر الجنديين الإسرائيليين. الشباب عم يشتغلوا، انا بدك حدا بس يرمي عليها، طبعا مالي وحده مش مالك، يعني اذا اثنين نزلوا رمي بس بال وماشيين معه للسياره لانه حتمشي، انا مش حتوقف. فهمت. وبدك تضلك ماشي معه وترمي بيلبط وبتهجم عليه مره ما انت مترافق. لذلك هون انت فيك تبلش بالرمي بال... أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاع نسبة الوفيات ضمن المهاجرين في البحر المتوسط لتتجاوز 600 في الأسابيع الأربعة الماضية في محاولتهم للوصول إلى أوروبا. وقد أكدت رئيسة الطوارئ في المنظمة أن القرارات السياسية الأوروبية التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية كانت ذات عواقب مميتة، وذلك من خلال منعها عمل قوارب الإنقاذ التي تتولى إنقاذ المهاجرين على متن القوارب. والآن إلى أخبار الاقتصاد مع الزميلة إليسار كرم. إليسار صباح الخير. صباح النور أحمد، شكرا لك. أهلا بكم. أكدت الحكومة التونسية حرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الهند، ما من شأنه أن يساهم في جلب الاستثمارات الخارجية في قطاعات صناعة السيارات وصناعة الأدوية وقطاع الطاقات المتجددة. وأثناء منتدى الأعمال التونسي الهندي، قال حاتم الفرجاني كاتب الدولة المكلف الدبلوماسية الاقتصادية، قال إن تونس بوابة لأفريقيا ويمكن أن تؤدي دور منصة للاستثمار الهندي في السوق الأفريقية الواسعة وتوجد فرصا للشركات الهندية الراغبة في المشاركة في إعادة إعمار ليبيا. احنا قاعدين نفتح في افاق جديده للسوق التونسيه، تتطلب شويه وقت ولكن معناتها المستقبل موجود، البوتنسيال معنا، عندنا اللوكيشن معناتها المكان التونسي معناتها الجغرافي مهم جدا، الكفاءات التونسيه معروفه معناتها بقدراتها، لذلك احنا قاعدين توا نفكروا كيفاش نحاولوا نستقبلوا اكثر ما يمكن من ليزيديو من الاستثمارات الخارجيه المباشره. اليوم نظموا لقاء تونسي هندي مع مستثمرين من منظمة أعراف هندية، هما صناعيين في عدة قطاعات، في قطاع الصناعة للإنرجي رينوفلابل الطاقة المتجددة، في قطاع السيارات، في قطاع الصحة والمواد الصيدلية، فهم مهتمين بتونس، مهتمين بالاستثمار في تونس.
نقل مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور نقل دعوة الصندوق إلى لبنان إلى أن يسارع في تأليف حكومة جديدة وبدء إصلاحات هيكلية ومالية. وقال أزعور إن الثقة والاستقرار يتحققان عبر تسريع الإصلاحات لتحقيق النمو الاقتصادي في لبنان الذي يعاني تباطؤا منذ عام 2011 ودينا عاما تجاوز 150% من إجمالي الناتج المحلي. روسيا مستعدة لاستثمار 50 مليار دولار في إيران وفق ما أفاد به مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي، وأضاف أن الاستثمارات تتركز في قطاع النفط والغاز بإيران. وفي حديث تلفزيوني وصف ولايتي هذه الاستثمارات بالضخمة مشيرا إلى أنها قد تحل محل استثمارات الشركات الأوروبية التي فضلت الخروج من إيران خوفا من العقوبات الأمريكية. نكتفي بهذا القدر من الأخبار الاقتصادية ونعود من جديد إليك أحمد. شكرا لك إليسار. بعد 4 عقود من إغلاقه على يد قوات الاحتلال خان تنكنز في وسط القدس العتيقة يعود إلى الحياة بعدما رممته جامعة القدس ضمن مشاريعها التنموية للحفاظ على التراث الفلسطيني. هناء محمد. أكثر من 7 قرون يبلغ عمر هذا البناء التاريخي، هو أحد الشواهد المقدسية النفيسة، وفي حجارته وقبابه المميزة يبرز فن العمارة المملوكية. فحمام الشفاء وحمام العين كانا محطة لا بد منها في خان تنكز، حيث كانت تستريح القوافل العابرة من القدس. فوق كل حمام كان في 7 غرف بيمتدوا على طول سوق القطانين، هذا كان الحجم الأصلي. في أجزاء منه تاريخيا راحت، جزء الجنوبي راح صار هلا كنيس، استولوا عليه سلطات الاحتلال. مش أنه هالقد مهم لإلنا ثقافيا، محتاج لحماية بالوضع الحالي السياسي القانوني الاقتصادي في القدس. فإحنا بأهم إشي، أهم من سياسات جامعة القدس إنها تحمي هاي المواقع، تظلها مواقع عامة. بعد عملية ترميم حرفية استدامت نحو 5 سنوات بذلت خلالها جهود وأموال كثيرة، سيعاد تشغيل حمام العين وافتتاحه للجمهور. بين زوايا هذا الحمام الأثري تستقر مكامن الجمال الفلسطيني وتبهر المتجولة بين جنباتها، لا سيما أنها شكلت ملتقى اجتماعيا للمقدسيين حتى الماضي القريب. فالاحتلال الإسرائيلي وتحت ذرائع مختلفة كان أغلق الحمامين قبل نحو 4 عقود، وبذلك أفقد سوق القطانين المفضي إليهما بعض بريقه. يجي الصبايا يتحمموا هون من هالمي سخنة كانت، واللي كانت ما بدها يعني مي سخنة مشان تحمل تيجي هون تتحمم، وأنا إجيت يعني برضه تحممت فيه. وإنت؟ في 69، إذا بيفتح جديد برجع بيجي بتحمم فيه. إن شاء الله تنعش السوق هذا كمان، بس العالم روحوا يجوا يعني مش على الحمام يتحمموا، إن شاء الله كويس. لما يجوا العالم بيجوا على الحرام بيصلوا، بيجوا بتفرجوا بيشتروا من هون من جيراننا. لدى جامعة القدس نحو 10 مشاريع أخرى لترميم المواقع التاريخية وسط القدس العتيقة، مشاريع تستهدف مواجهة تزوير وسلب الاحتلال للتاريخ وكذلك إنعاش الحياة المقدسية. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. والآن إلى أخبار الرياضة مع زميلة أماني مهنا، ستتعرف معها على أبرز ما يحققه الاتحاد الدولي لكرة القدم من إيرادات من خلال كأس العالم وأخبار أخرى. صباح الخير أماني. صباح الخير أحمد. تفضل. شكرا. أهلا بكم. بعد موافقة الاتحاد التونسي لكرة القدم على استقالة نبيل معلول من تدريب نصور قرطاج، أعلن التحيل القطري تعاقده رسميا مع المدرب التونسي. وأتى إعلان التحيل بعد تأكيد الاتحاد التونسي موافقته على طلب معلول فسخ عقده مع المنتخب على أثر تلقيه عرضا من النادي القطري. بطل الدوري القطري قرر التعاقد مع معلول خلفا للجزائري جمال بلماضي الذي اعتذر عن مواصلة مشواره مع النادي لأسباب خاصة.
عمال شركة فيات للسيارات وناشطون نقابيون يحتجون على تعاقد يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو مقابل 112 مليون يورو. الصانع الإيطالي يملك حصة في نادي يوفنتوس، ولهذا السبب خرج عدد من العمال برفقة ناشطين نقابيين في تجمعات تندد بإبرام السيدة العجوز لتلك الصفقة. العمال اعتبروا أن قيمة الصفقة وما تشمله من راتب وحوافز ومكافآت قد تصل إلى 400 مليون يورو، فيما لا يتعدى راتب العامل الواحد في الشركة أكثر من 1000 يورو، وهو ما دفعهم إلى الاعتراض على إبرام صفقات كهذه من أموال الشركة. بديل أندريس أنيستا في برشلونة يجتاز الفحص الطبي بنجاح بعد انتقاله من غريميو البرازيلي. البرازيلي الواعد أرثر ميلو بات جاهزا للمشاركة مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، وهو سيمثل قيمة فنية في وسط ملعب الفريق الكتالوني لتعويض رحيل أنيستا إلى اليابان. وكان ابن 21 عاما قاد غريميو إلى التتويج بكوبا ليبرتادوريس الموسم الماضي، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة. نكتفي بهذا القدر من الأخبار الرياضية. نعود إليك أحمد، على ما يبدو أن هناك ضيق في الوقت. شكرا على كل حال لك أماني على كل هذه الأخبار. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه النشرة، لكن يبقى التذكير بأبرز عناوينها. عشرات الشهداء والجرحى بغارات لطائرات التحالف الأمريكي استهدف قرى قرب البوكمال. آتيا من بروكسل، العبد يصل البصرة ويتهم عناصر مندسين بتشويه الحراك المطلبي السلمي فيها. بعد تظاهرات طالبت برحيلها، السعودية تعلن الانسحاب من مطار الغيضة في محافظة المهرة شرقي اليمن. تظاهرات واحتجاجات ترافق زيارة الرئيس الأمريكي إلى لندن. أطباء بلا حدود تتحدث عن ارتفاع كبير في أعداد الوفيات بين اللاجئين في المتوسط جراء السياسات الأوروبية. الميادين دوت نت دائما للمزيد من الأخبار وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.